عليكم. عليكم السلام، ان شاء الله شو اخباركم؟ وياكم علي، واليوم مع جديد بارض جديده. طبعا من اليوم نلعب سرفايفل ان شاء الله. واليوم معي هاي القرعه. خليني اصفي لك الستار. خلينا نحطهم بالانفنتوري. يلا خلينا نبلش. اوكي يا شباب، بابا احتاج شجر. بعرف انه هون في شجر، بس بحب الاشجار هيك. هاي اللي اسمها اوك، ما بعرف اسمها، ما شو كيف. كيف يا شباب، خليني نفتح هيدا. خليني اروح فتش انتظروا ارجع. اوكي شباب، اليوم ما لقيت شوي شجرة، بس غلم. مودي يا غلمة، مودي لازم طبعا من حتش اللحم. خليني ندور. شفنا اوكي يا باتر، بس بتقلكم عندي 3 مشاهدين.
crafting table. هاي أول شيء أسوي chest plate. ويلا تخطأ وشو لا اسمه مخفض يلا يمكن بالعكس هكا وهكا صار عندنا تخطة بيضة وهيدا صار عندنا تخطة احمر حلو بقى معنا 13 نسمع فيهم مش 6 هيك شو سيف بيكاكس اكس جلس بس ثانيه اعتذر شباب هيدا كان خطا عيشه يلا هلا شوفل شوفل كمان بيعرف مينك يعني اكتب لي بالكومنت ويلا خليني امشي شو في ايرون يا سلام بس عمان الكافي ماشي هلا اغير خشبتين اوكي صار عنا نفس هذي بس هاي اجدد الخشب ما فيها تكسر الايرون اللي ما بيعرف شو معناتها ايرون معناتها حديد شو ما عم في يشوف بعدين عم يفزن كان هيدا صار عندي 4 ايرون واحتاج فحم والشنقة مع الشموع مو عم بلاقي فحم اوكي شباب لقيت كتير فحم بس بعتقد انا محتاج فحم قصدي اكسر الشجرة وارجع عنكم وخليني شو رامل mm
معانا 13. منيح على الهذولا وش بفايدة. شوف عايز الغلطة هيدا طبعا انا دجاجي. يلا تجمع خشب روح جيب كابلستون ورجع. شباب لا تكون ستون كتير بس خليني اطلع. طلعت من دارتي ما حتقولولي ليه ما جبتش التلفزيون بعد. يلا ببني بيت وبرجع. اوكي شباب واخيرا عملت كتير اساس فيها تكون خلينا اوكي شباب لحد اليوم كيف هي بتمنى عجبكم الفيديو ما تنسى تحط لنا لايك وان شاء الله اشوفكم بالجزء الثاني يعني من هالحلقة. بشوفكم المرة الجاي مع السلامة.